السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متتبعي قناتي هميزات أم الحسنين بفاس. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو فيه أنواع ديال الطلمط، وإنما ماشي الطلمط اللي جبت لكم، الطلمط اللي جبت لكم إن شاء الله حتى نهار الخميس عاد نحط لكم فيديو ديال الطلمط الجديدة. السولد في الطلمط باش تعرفوا الطلمط اللي باقين، ما شاء الله راه تمشاو لنا بزاف ديال الطلمط تباعوا، باش تعرفوا الطلمط اللي بقاو لنا ديال هاد السيمانه هادي والسيمانه اللي قبل منها. صافي جمعتهم كلهم في فيديو واحد باش نحيدوهم علينا باش نجيبوا عاود سلعه اخرى. للعلم راه ما شاء الله في قائمه الانتظار كاينين الطلمط اللي جبنا، وانما ما نحطوهمش اليوم لان ضيق الوقت. انا غنحط لكم في القنوات بجوج السولد، لان كاين اللي ما كيشوفوش السولد في هذه القناه وما كيشوفوش في القناه الاخرى. اذا ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو السولد في القناه الاولى والثانيه، تابعوا معايا. واللي بغات شي حاجه اللي سبق هو اللي غادي ياخذ ان شاء الله. تابعوا معايا الاخر الفيديو، ما شاء الله ميزات ارخاص. كاين طلامط لمطي السيجور ديالك ولمطي صالونك باقل تكلفه، تقريبا ابتداء من 120 درهم. انا اظن راه ما كاينش طلامط تلقاهم يغلي بخداديهم بكل شيء ب 2400 ريال، ما كاينش. تابعوا معايا الاخر. دائما مع البروكر هذا النوع ديال البروكر كيقولوا له البروكر المحفر، تلاحظوا بحالي محفر هذا البروكر النوع الممتاز المحفر. كذلك 15 متر 18 خدية وربعة المساند بالتكرير تصفيفة معتبرة، ما شاء الله الذوق الرفيع هذا البروكر، قلنا المحفر الأصلي. خياطة بلدية، تصفيفة بجناب، تصفيفة معتبرة. هادو السولد ديالهم 1850 درهم، 37000 ريال. لا غنى عليك مسكين، بروكر المحفر الحر 39000 ريال. اللي بغاهم مرحبا، يدوز عندي الواتساب 0641 67 33 95. الاشتراك في القناة ان شاء الله. هذا الفيديو متنوع، ما شاء الله جبت لكم طلمط جديدة ومستعملة، والاغلبية كاينة المستعملة ما شاء الله في حالة جيدة، الذوق الرفيع. خليكم مع الفيديو. هادو طلمط المبرة الكمخة، ما شاء الله المبرة الكمخة المحفرة. هادي ماشي المبرة المحفرة اللي معروفة هاد الحرير، هادي المبرة الكمخة، يعني التوب ديالها غليظ وجاي التوب ديالها راه معروف الكمخة. اللي كيعرف المبرة الكمخة راه الذوق الرفيع. شو ما شاء الله سفيفة معتبرة ديارية في حالة جيدة. راكم عارفين طلمط الصالون ديما اللي كيبيعوا طلمط الصالون ما كيكونوش كيستعملوهم بزاف، الا الا جا عندهم شي ضيف مره في العام كي كيقول الواحد. ما شاء الله طلمط تقولوا جداد. انا اعطيكم القياس ديال السدادر اللي كيلمطوا، يعني دابا ما فيهم لاستيك، كلهم فيهم لاستيك تيلمطوا، يعني خص يكون عندكم القياس ديال الفراش في هذا القياس اللي غنقول لكم دابا. يعني السدادر كيلبسوا، حيت فاش كتكون قلنا لاستيك ما كنحسب لكمش انا طلمط من الطرف للطرف، كنحسب لكم غير شنو كتلبس، شنو كيلبس السدار. قلنا كيلبسوا 5 متر، يعني خص يكونوا جوج سدادر ملاقين نتاع جوج ونص جوج ونص. كيلبسوا 2 متر و60، يعني السداري طويل خصو يكون فيه 2.60. تيلمطو السداري عاود طويل فيه 2.70 وتيلمطو 2.70 وكاين واحد يعني الطلميط نص طلميطة، يعني فيها 1.30 ما فيهاش لاستيك، 1.30 يعني اللي بغى يديرها ناب ديال الطبلة، اما يكون عندها يعني اما يزيدهم سيندات لان راه فيها 18 خدية،
ما فيهاش مساند، كاين واحد 1.30 متر اللي بغى يزيدهم مساند، اللي بغى يزيدهم مهم لكم كامل النظر، كل واحد وفاش يستعملوا. يعني المجموع تيلمطوا قلنا جوج سدادر ملاقين، هما جوج، جوج وستين ها ثلاثة، جوج سبعين أربعة، متر وثلاثين يعني خمسة طلانت. وإنما دارة كبيرة، دارة كبيرة. هادو السولد ديالهم 2100 درهم، 42000 ريال. التضخيم الطوق الرفيع، مولاتهم راه خيطاتهم فترة وجيزة باش بعتها. اللي بغاهم مرحبا. كاين هاد الطليمطات مزيونين تاع السيجور مستعملين، يعني اللي بغى يضيباني وصافي، يعني ما بيهمش. راكم عارفين فاش كتكون حاجه حاله جيده حاله جيده ما بيهمش، يعني اللي بغى يبدل الحمد لله ما فيهم حتى شي حاجه. انا غادي نوريكم فيهم غير واحد نبيشه عندهم في الوسط باش تعرفوا شنو كاين. راكم عارفين الحاجه مليحه، ودائما المستعمل الانسان فاش يدي خصو يتصبن. المهم هاد الطليمطات خصهم يتصبنوا، وانا ما عنديش الوقت. انا كنبيع كنشد من هنا كنبيع هنا، يعني انا ما عندي، انا جيت. المهم انا هاد الطليمطات هادو ما بيهمش، خصهم غير الطليمطات، اما الخدادين رقيقين. الطليمطات خصهم يتصبنوا، هادشي اللي غنقول لكم. يعني هادي يعني رساله لهادوك اللي كيبيعوا الطلامط فيهم الوسخ، شنو ما تعطي وسخك لغيرك، وسمحوا لي على هاد الكلمه. المهم هاد الطليمطات زوينين قلت لك، اللي بغا يديباني مزيونين وعاطين العين، يعني كيبهجوا السيجور بالنسبه للناس اللي بغاو يديباني على قد الحال. والثمن ديالهم جد مناسب، الثمن ديالهم 400 درهم، معاهم 8 الخديات وجوج خديات. قالت لي مولاتهم ما فيهمش ريوس السنيسلات، يعني خصكم تركبوا لهم غير الرويصات، اما فيهم السناسل غير مطرطقي لهم. شنو هذيك ومن ديالهم عليا قلت لكم، واخا مولاتهم ما بيناتليش 200 درهم، بس العيب ديالهم انا قلت لكم العيب ديالهم. تنبين لكم دائما كنبين لكم العيوب وما نصيفطهمش خارج فاس، لان الا الناس اللي كيشرطوا على نفسهم يقبلوا على المستعمل. هادو طلانط روميين ما شاء الله، التوب ديالهم غزال جديد، شوفوا على تشكيله رائعه صيفيه، لوينات باردين، ولو ان الارضيه ديالهم في الاسود في الكري، فيهم الاسود يعني الكري والكحل. شوف ما شاء الله اللوينات كلهم، انا انا من عشاق هاد اللوينات هكا، يعني ما عرفتش واش كاين بحالي ولا لا. ما شاء الله روعه، طلانط مخيطين جداد مفصلين مخيطين. شوف ما شاء الله الصفيفه ديالهم كي دايره، مفصلين مخيطين واجدين. ستة ديال يعني فيهم ستة ديال الطلميطات، كل طلميطة فيها لاستيك ديالها مخيط ناضي واجدين، وخمسطاش الخدية جديد باقين محددين. خمسطاش الخدية وستة طلامط، جوج متر جوج متر جوج متر، كل وحدة فيها جوج متر. اللي بغاهم مرحبا. التوب ديالهم غزال، التوب ديالهم الصح والعمل، التوب ديالهم ما عرفتش شنو سميتو، التوب ديالهم متين. هادو السولد ديالهم 1100 درهم، 22000 ريال، دارة كبيرة. ولا تقسمت تقسم في النص، حتى الثمن غيتقسم في النص. الأثمنة اللي حطيت لكم راه همزة، ما كيناش ما كايناش حتى في المستعمل. 2028 الفريق، اللي بغاهم مرحبا. بالنسبه للفريق اللي بغى الدارة كلها ياخذها كامله، بالنسبه للفريق لان 15 خديه ما يمكنليش نقسمها على جوج، ما يمكنليش نقسمها وما يمكنليش يعني اللي بغى ياخذها كلها. وديك الساعه واخا ما تكونش عندك 6 سدادر يمكن لك تشكلي بها شي تشكيله نتاع المساند وديك الشيء الا بغيتي تزيديها. هادو طلانط الفوطه
ما شاء الله هادو كل بزاف كيطلبوهم ليد الناس ما شاء الله. وراه حنا جايبين لكم ان شاء الله قريبا، راه ما كيوجدوا نويعات اخرين الفوطه في احمر، المهم الوان واشكال ما نقول لكمش، خليوها مفاجاه. هادو طلامط راه ما مفصلينش، طوالين 10 متر و60 في طلامط و12 الخديه، خدا دي راه كبار ديال 80، 10 متر و60 و12 الخديه. هادو السولد ديالهم 1350 درهم، 27000 ريال. اللي بغاهم مرحبا، تواصلوا معايا في الرقم 06 41 67 33 95، 06 41 67 33 95. تنساوش لايك الفيديو وبارطاج وتابعوا معايا الاخر، راني دايره لكم بزاف الاجزاء ما شاء الله. السلعه راه زايد طلعت ما شاء الله اشكال وانواع، راه حنا غنبرعكم هذا الاسبوع ان شاء الله. نحاول باش ما نضغطش على نفسي، غادي نحط لكم كل مره واحد شويه. هادو طلامط جداد، دائما حنا مع الجديد، هاد الفيديو كامل راه فيه غير جديد، الاغلبيه اللي كل شيء جديد الا واحد الخريبه الحره. راه كاين جوج انواع الخريبه، كاينه الجديده اللي عاد ما مفصلاش، وكاينه المستعمله الحره الاصيليه القديمه في حاله جيده. هادي التاج محل، دائما مع الجديد، ثلاثه ديال كيلمطو فيهم لاستيك مخيطين جاهزين. هاد المره اللي جبنا لكم طلمط مفصلين جاهزين، وانما هادو واجدين. ثلاثه هادي راه كيقولوا لها التاج محل ديال طرز الغرزه، تاج محل ديال طرز الغرزه، هكا بحال مطروز بحال طرز الغرزه، تاج محل طرز الغرزه، يعني مطرزين بالحرير، الحرير في الذهبي ماشي الصقلي، الحرير في الذهبي. شو ما شاء الله هانتوما مطروز. ثلاثة كيلو مطو سيجور نتاع اللي مصيني على ثلاثة، عندهم سويلان صغير جوج متر جوج متر، كيلبسو ثلاثة السدادر نتاع جوج متر جوج متر جوج متر و 11 الخدية. هادو السولد ديالهم 950 درهم، 19000 ريال. طرز الغرزة يبغاهم مرحبا، كيقولوا لهم تاج محل طرز الغرزة، راني جايب لكم أثمنة وجبة همزة، هادو كلهم أثمنة همزة، يعني اللي يسبق هو اللي ياخذ. هميزات حصرية في قناتي هميزات أم الحسنين بفاس، وقناتي الثانية مفروشات جديدة ومستعملة. مازال الفيديو طويل، مازال الهميزات، تابعوا معايا إلى الآخر. دائما مع الفوطة، لأن هاد الفوطة هادي موديل جديد كيتمشى ما شاء الله بزاف، بزاف كيطلبوا لي هاد الفوطة. هادو ثلاثة ديال الطلامط تينمطو فيهم لاستيك مخيطين جاهزين، كل شيء مع الجديد مخيطين بالسفيفة. تينمطو جوج متر سداري جوج متر، تيلمطو متر و90 يعني جوج متر قل 10 سنتيم، وتيلمطو متر و80 متر متر و60 تقريبا، علينا شي كدا و60، المهم متر و60. تيلمطو جوج متر متر و90 متر و60 و7 الخديات كبار. هادو السولد ديالهم 700 درهم، 14000 ريال، ما كاينش جديد بحال الثمن هذا. هميزات حصريه في قناه، راه فيهم ديك الجناب، هذا راه الدان، الظهر ديالهم الدان، الا واقيلا جوج خديات اللي فيهم دوفاس، اللي بغى يزيد خدادي يمكن له يدير الظهر. هادو غير الظهر ديالهم الثوب بحال الدان، هذا الثوب الممتاز بحال الدان، كيقولوا له بحال شكل الفودان. اللي بغاهم مرحبا. هادو طلامط المبرة، تا هادو مبرة محفرة، نتوما
يعني بحال الشكل المبرد الفوطه هما مبره محفره، اربعه طلامط كبار فيهم لاستيك، الكميطه تتلمط بلا الجناب، تتلمط السداري ديال 3 متر، والكميطه كتلمط 3 متر و10، والكميطه فيها الزياده كتلمط 72، راه فيهم الزياده، راه الزياده في الجنب، انتما غنوريها لكم. ها هي فيها الزياده من جوج جناب اللي قرابين من الخديه من المسند، و الكميطه تتلمط 2 متر، 16 الخديه و 12 المسند، 6 المسند بالتكرير و 6 المسند بلا تكرير. هادو السولد ديالهم 1500 درهم، 30000 ريال. اللي بغاهم مرحبا، اللي بغاهم مرحبا. دائما لعشاق الفوطات شي جديد، هادوك الطلامط اللي قبل راه ما مستعملين، وانما هادو جديد. طلامط الفوطه النوع الممتاز، طلامط راه مفصلين على جوج، طلميطه وحده فيها 9 المتر، يعني غير مفصلين غير مقطعين بالمقص يعني، والاخرى فيها 5 متر ونص، يعني المجموع 14 متر ونص، يعني المجموع 14 متر ونص، تيلمطو و 18 خديه اظن اخواتي، اما 17 ولا 18 خديه، مهم دابا نزيد ناكد عليكم، اما 17 و 18 خديه، لان انا داكشي راني مقيده في واحد الدفتر نتاع واحد مولات السلعه، وانما راه تلف لي ديك الدفتر. المهم انا عاقله 17 وقيله الخديه ولا 18، باش ما كان دابا رد عليكم. ما شاء الله دار روعه، خيطه مسفيفه، خديه مختلفه على الطلميطه، فيهم الويلات باردين، هذا كيقولوا له التركوا الخضر، خضر التركوا، فيهم الغوز، فيهم الفيولي موف بارد، المهم الوينات فيهم باردين. هادو السولد ديالهم 1500 درهم، 30000. اللي بغاهم مرحبا. هاد الطلامط ما شاء الله روعه، الثوب ديالهم غزال، ما شاء الله الثوب ديالهم متين، تيقولوا له قشور الحوت. نقول لكم هاد السميه جديده، اول مره غتسمعها في النوع ديال الطلامط، تيقولوا لهم قشور الحوت. كان عندي هادو في هاد الزواقه، وعندي في الزواقه هاد النمر، من بعد ان شاء الله الفيديو المقبل غادي نصورها، مازال ما صورناهمش. كاين في الزواقه هاد النمر في المخضر الزيتي في الخضر، فيهم الباج والكحل، ولا قولي ما عرفوش الزرق هذاك، ولا المهم الزيتي، وحدين اخرين. هادو اورانج، دابا انا كنهضرك على الدار الاخرى. هادو 6 ديال تيلمطو جداد، مخيطين بالسفيفه، شوف ما شاء الله الثوب ديالهم غزال، اول مره انا كنشوف هاد النوع ديال الثوب، مزيان منين تيلمطو 6 د السدادر، 5 نتاع 2 متر، و السداري السادس متر و 80، و 16 الخديه. شوف ما شاء الله كي دايرين، خصكم تشوفوا كي دايرين مباشره. هادو الثمن ديالهم 6 يعني كيلمطو 6 د السدادر. هادو السولد ديالهم 1000 درهم. هادو طلامط دائما مع المبره الباتشوا جالاكسي، الوسطانية جالاكسي، وجناب مبرة رومية. لوينات ما شاء الله روعة، 10 متر طلامط مطلوقين ما مفصلينش، شوفوا ما شاء الله اللوينات كي دايرين، شوفوا دايرين بحال الرخام، راه معروفين هاد التلمطات موديل جديد الذوق الرفيع، دايرين بحال الدان باتشوا رطب. تيلمطو 10 متر، فيهم زعما 10 متر، والمخاد 12 خديه،
ستيل نتاع 80 ماشي 90، هما دايرين ستيل ديال 90 وانما القياس ديال 80. شو ما شاء الله الطلميطه كي دايره، شوف الزواقه ديالها كي دايره، تعطي واحد الجمال خصكم تشوفوه مباشره. هادو السول ديالهم 1100 درهم، 22 فريال. هادو البروكار تضخيم المليح، حاجه مليحه البروكار المحفر، ما شاء الله لوينات باردين. هاد اللون هذا راه مطلوب عندي بزاف، الغوز وفيه الشيبي، لوينات معتبرين، المليح خياطه معتبره، 15 متر 18 الخديه و4 المسند مدورين بالبروشات ديالهم. دائما المليح، شوفوا ما شاء الله كيجيو روعه. نتوما الدوغي اللي فيهم راه ماشي على لا دولا، يعني ما دايرش الفلاش ديال التليفون، كنت دايره الفلاش غادي يبان لكم هذا كيبري بغيون ذهبي. شوفوا اللوينات كي دايرين غزلان. هادو السول ديالهم 1950 درهم، 39 فريال، واللي بغاهم مرحبا. دائما هميزات حصرية في قناتي هميزات أم الحسنين بفاس وقناتي مفروشات جديدة ومستعملة، تابعوا معايا الآخر. دائما اللي سبق للحاجة هو اللي ياخدها إن شاء الله. تاج محل جوج تلمطات نتاع التاج محل جديد مفصلين مخيطين جداد، ستة الخديات، جوج متر جوج متر كيلبسو، ستة الخديات. هادو السول ديالهم 700 درهم، 14 الفريق جديد والمليح، التاج محل ما شاء الله روعة. وانتوما كتشوفوا الفيديو الا شفتوا القناه ما تنساوش لايك للفيديو، وما تنساوش تخليوا تعليق تحفيزي، مازال الحديث بقيه ومازالين حنا مع الهميزات ومع السولد. بارطاجيو هذا الفيديو كيوصل لاكبر عدد نتاع المشاهدين. بالنسبة عاود اللي كيسقسوني على ثلاثة ديال الطليمطات نتاع التاج محل، يعني في ثلاثة السيجور، هادو ثلاثة عاود بلاستيك جداد نفس الزواق الخدية. بالنسبة للخدية كي الطليمطة كالخدية، ثلاثة الطليمطات صوبين بالذهبي خياطة معتبرة، المليح تيلمطو جوج متر جوج متر جوج متر، وثمانية الخديات. من هاد الخديات هادو السول ديالهم 1100 درهم، 22 فريال، اللي بغاهم
هادو طلامط، هادو بحال ديكشي ديال الارتيزانه، طلامط شلح طلامط نتاع الشلوح، يعني شلحين هاد الطلامط امازيغيين ما شاء الله. راه كاين جوج انواع في هاد الثوب، النوع ديال الثوب، النوع ديال الثوب داير بحال الشكل نتاع بحال الشكل ديال ديك الجلالب ديال الصوف اللي كانوا شحال هادي، غير هو رقيق ديك ماشي رقيق، الثوب ديالهم متين ومدقوق متقون ف بحال الفوطه داير، هو ماشي فوطه. ها نتوما لاحظوا شتي الثوب ديالهم كي داير بحال ديك الشيء ديال الامازيغ، ثوب غزال جماليه روعه. هادو اظن كيلمطوا، اللي بغى يعرف القياس ديالهم لان تسقط لي الصوت من لهنا، كيلمطوا واقيلا 4 السدادر نتاع 2 متر وشي 10 الخديات. هادو الثمن ديالهم السولد 850 درهم، 17000 ريال. بغيتوا هاد الشكل ولا هاد الشكل؟ هادو راه بحال بحال نفس القياس. هادو فيهم اللي قبالتكم فيهم 8 الخديات كبار وجوج قصار، يعني يمكن لكم ديروهم مساند نفس العدد. كيلمطوا 4 السدادر نتاع 2 متر 2 متر 2 متر، يعني 4 السدادر ملبسين بلاستيك كل سدار، يعني نتوما نفس الثوب. طلامط هادو دي كيقولوا لهم امازيغيين، هاد الطلامط شلوح، الثوب ديالهم بحال داكشي ديال اللي كيصوبوا بها، ماشي الحنابل ولا ما عرفتش كيف تقولوا، وانما هو غير الثوب ديالهم هكاك يعني ماشي غاضين متوسط، يعني دايرين بحال الفوطه وهما هذا الشكل. هادو السولد ديالهم 850 درهم، اختاروا اللي بغيتو في هاد الشكلات هادو. هادو طليمطات، هادو طليمطات مزيونين بزاف، مبرة والمبرة ما شاء الله. شوفوا الثوب ديالهم غليظ شويه وما عرفش شنو سميت هاد الثوب، هذا غزال كله هكا داير. انا هاد الثوب هذا ما عارفه سميتو، ماشي فودان، مهم جاي بحال المبرة نتوما، غزال وغليظ رومي، ماشي غليظ بزاف، مهم مبرة روميه، غير ما عارفاش سميت هاد الثوب. هادو جوج طليمطات فيهم لاستيك، تيلمطو جوج متر جوج متر، غير جوج الله يجي. ها نتوما السيدة اللي ها نتوما السيدة ما بيناتليش هاد العيب اللي فيهم، أنا كنوريه لكم أمام الملاء. هادو ما فيهم حتى شي حاجة، خصهم غير شوية يتصبنو. ها هو شنو فيهم؟ فيهم بحال شي كوية، انا كلشي كنوريه لكم. ورا بعد ساعه كان مع المراه المساعده ديالي كتلمط غير تلميطه وحده يعني في السلعه كامله، راه بعد ساعه حتى تنجيو نجمعوا الكوليه ديال الناس عاد كنلقاو الا لقينا شي عيب كنقولوا لهم مالي. الناس اللي غارسلهم كنخيرهم بين خيارين، اما كنقول لها اختي نصيفط لك الكوليه، راه الناس اللي مجربيني عارفين هذا الشيء، ولا كنقول لها اختي رد لك الامانه ديالك وما نصيفطهمكش. والله شاهد الى الناس شحال ديال الناس الى مشيت لقيت شي حاجه، راني في اللحظه اللي نكون كنجمع لهم الكليه كنراقبو مزيان الطلامط، الى لقينا شي حاجه راه حنا كنقول لهم اما ردوا لكم فلوسكم، اما تبدلي الطلامط، ولا رد لك الامانه ديالك وما نصيفطها لكش. علاش؟ باش تبقى الصوره مزيانه. حنا كنخافو من الله ما كنخافوش من العبد، ورحم الله من عمل عملا واتقانه. وما طلمطات غير الناس الدراوش ورخاص بزاف، راه هادو غير 150 درهم. هادو هما الهمزه ديال هاد يعني اللي بغى يبدل بهم، واللي عنده شي صباغات ضفار ولا شي حاجه ديرهم لديك الكويه، يعني هو ما مقطعين ما والو من ديك البليص، ديك الكويه اللي عندها شي صباغات ضفران في الغوز ولا شي حاجه ديرهم تما، كاين راه ما يزولوا. اللي بغاهم مرحبا. هادو طلامط لاشوني فيهم النقري، فيهم لارجونتي، راه بحالي محفرين بلارجونتي، النقري فيهم كيبري، وفيهم جوج وجوه دو فاس. لاحظوا ديك لارجونتي كي كيبري فاش كيكونوا شاعلين الضو، كيعطي واحد البريون زوين، كيعطي جماليه للطلامط. هما طلامط مزيونين، الناس اللي بغاو يبدلو حاله جيده تيلمطو
نمطو ثلاثه السدادر كبارين، الناس اللي موصيني فيهم لاستيك، يعني انا نعطيكم غير السدادر اللي غيلبسوا، كيلبسوا 2.80 متر، 2.80 متر، يعني خص يكون الفراش عندكم فيه هذا القياس، يكون فيه 2.80 متر. وبالنسبه اللي عندهم 3 متر يقدروا يفتحوا، الا بغاو يفتحوا ديك لاستيك القنوت ديال لاستيك يمكن لهم. المهم انا غير كنعطيكم 2.80 متر، 2.80 متر، 2.80 متر، يعني ثلاثه د السدادر كبارين تاع 2.80 متر، 12 الخديه واربعه د المساند مدورين، واربعه د المساند مدورين اللي بغاهم مرحبا. كما العاده خصهم يتصبنوا، دائما المستعمل خصو يتصبن، ودائما الله يجازيكم بخير اللي كتبغي تبيع شي طلامط ما تبيعهمش موسخين حشومه، يعني زولتيهم من فراش دارك وتعطيهم لوحده اخرى، يعني عارفي بان بحالي كتهديهم لختك ولا لامك، ولا بحالي كتبيعهم حسبيهم، بحالي ماشي كتبيعهم بحالي كتهديهم. المهم هادو قلنا تلمطو سدادر كبار تاع 2.80 متر في كل وحده، ثلاثه متقادين 2.80 متر، 2.80 متر، 2.80 متر، و 12 الخديه وربعه د المساند مدور. طلامط للتذكير، راه هانتوما هذا الظهر، هذا اللي قبلتكم هذا الظهر، ماشي هذاك اللي في الطلميطه راه الوجه. كاين جوج وجوه في الطلميطه وجوج وجوه في الخديه، كاين الوجه المفتوح والوجه المغلوق. هادو السولد ديالهم 550 درهم، 11000 ريال، احنا مطيحين قل من ثمنهم غير باش نخرج السلعه، عارفين السلعه بان ما كتعداش عندي سيمانه جوج سيمانات صافي خصني نحيدها. هادو طلمط المبرة الفوطة، ما شاء الله في حلة جديدة، دائما الجديد بثمن المستعمل، فيهم لاستيك مخيطين جاهزين، 12 الخدية، تيلمطو 4 سدادر 2 متر، جوج سدادر ملاقين يعني تلميطة طويلة تتلمط 4 متر وفيهم لاستيك في الجناب بلا زيادة، 2 متر، 2 متر، يعني جوج سدادر 2 متر، 2 متر، و 12 الخدية فيها لوينات زوينين بزاف ما شاء الله، فاش كيضرب فيهم التريا الضو كيعطي واحد الجماليه روعه، زوينين بزاف ما شاء الله، والجديد بثمن المستعمل. هادو السولد ديالهم 800 درهم، 16000 ريال. هادو طلامط مستعملين روميين، هميزه اللي بغى يبدل، ثلاثة طليمطات مزيونين روميين باردين، ثمن جد مناسب. اللي بغى يبدل طليمطات ديال السيجور وطليمطات كبابرين شوية، كيلمطو 2.60 متر بلا زيادة جناب، كنحسبوش فيهم لاستيك، تيلمطو الطليمطة الثانية كتلمط 2.5 متر، يعني خص يكون السداري فيه 2.5 متر، يعني سداري طويل، والطلميطة الثالثة كتلمط 2 متر، يعني 2.60 متر، 2.5 متر، 2 متر، وتسعود الخديات. هادو السولد ديالهم 400 درهم، 8000 ريال، لا غلا عليك مسكين، أنا كنجيب الطلامط الدراوش اللي بغاهم ومرحبا. هادو طلامط المبرة محفرة حرير، ما شاء الله كيحمقوا هاد التلمطات، هادو نص لبسه ما مستعملينش بزاف، يعني باقيين جداد في حاله جيده، تيلمطو 3 سدادر فيهم لاستيك، كيلمطو سداري، شوفوا ما شاء الله روعه، فيهم بريون مرشوشين بالبريون، تيلمطو هادو راه دايرين طلمط دايرين بحال الطلام ديال تركيا، تيلمطو 2.5 متر، في
فنين هاد الطلامطما معتبرين، ما تحلفوا عليهم جداد، ما تقولوش مستعملين هادو. شوف ما شاء الله كي دايرين، شوف على جماليه فيهم. هادي مبره محفره، هذا موديل جديد. مهم تيلمطو قلنا 2.5 متر بلاش زيادة الجناب، ما كنحسبوهاش. 2 متر، 1.90 متر، يعني يقولوا علينا 2 متر و 8 المخاد بالصفيفة. هادو السولد ديالهم و 200 درهم، 24 فريال، يبغاهم مرحبا. هادو تلمطات التاج محل، خديديات غير يعني ماشي كبار، متوسطين الحجم، متوسطين الحجم، جايين طواولين شي شويه وانما قصار. راكم كتعرفوني كنقول لكم شنو كاين. هادو خدادي قصارين شي شويه، اي واحد شويه ديال 50. 10 د المخاد و10 متر تاج محل. هادو تاج محل قلنا 10 متر و10 الخديات. شوف ما شاء الله الجماليه ديالهم، الزواقه ديالهم دايره بحال الزليجه، بحال الزليجه. هادو السولد ديالهم 900 درهم، 18 فريال، نبغاهم مرحبا. هادي البهجه، البهجه تيقولوا لها بحال شكل الخريبه، في حاله جيده. هذه واخا مستعمله ما شاء الله في حاله جيده. ما فيهمش لاستيك، تيلمطو يعني المهم فيهم 4 متر من الطرف للطرف، ما فيهم لا لاستيك لا والو. القياس اللي كنعطيكم دابا قياس الطلميطه من الطرف للطرف، 4 متر، 3 متر، 2.5 متر و 20 خديه. بالنسبه للخدادي اللي بغى يردهم مسندات يمكن له يردهم باسطه، كيقولوا لها باسط، يمكن له يقطع غير ديك الوسطاني ويردهم خديديات. يعني انا كنهضرك على المسندات اللي بغى يدير مسندات، اللي ما باغيش الخدادي بزاف. عطي ما شاء الله معتبرين. هادو السولد ديالهم، الثمن ديالهم 1350 درهم، 500 درهم، 23 فريال، مستعملين في حاله جيده. هانتوما غير راه كيما كتشوفوهم في التصاور. هادو طلامط نتاع النمر، يعني هادو الزواقه د النمر، هادو هما اللي قلت لكم الطلامط اللي حطيت لكم اورانج الموديل ديال قشور الحوت، كيقولوا لهم قشور الحوت. طلامط فنين معتبرين هاد الطلامط. هادو انا نعطيكم قيام فيهم لاستيك جداد تيخيطوا، هادو هما الموديلات جداد اللي عاد خرجوا ديال التوب. خصكم تشوفوا التوب، ماشي الشكل، هما الشكل ديال النمر راه ديما كاين على الشكل ديال التوب. تيلمطو 4 السدادر نتاع 2 متر 2 متر 2 متر 2 متر، فيهم لاستيك يعني كل سداري بوحدو، و 10 المخد. هادو الثمن ديالهم 1000 درهم، اللي بغاهم مرحبا. تيلمطو 4 السدادر نتاع 2 متر قلنا، ومعاهم 10 الخديات مخيطين بالصفيفة. هادو السولد ديالهم 850 درهم، 17 فريق. كل شيء طيحنا فيه الثمن الأقصى حد نزولوا علينا السلع. طلامط نتاع الخريب في اللون العكري، ماشي قرونة ماشي حمر، اللون العكري كيكون ما بين القرونة والحمر، ماشي حمر ماشي قرونة، لونه غزال، لونه مباشرة غزال،
وديك الرشيمات اللي ما بين الوريضات هذيك راه في لارجونتي في النقري، فيهم المارون وفيهم القرفي وفيهم الابيض بلون كاسي، و يعني وهذيك اللون فيهم كيحمق غزال، مخيطين فيهم لاستيك، السفيفة فيها المارون والذهبي، هي السفيفة اللي ولات دابا. دابا ما غنحسبلكمش الجناب ديال طلامط، كيلمطو 4 متر، يعني جوج سدادة مشروكين 2 متر، يعني طويلة الميطة 4 متر، 4 متر و80، يعني 5 متر و80، يعني علين 6 متر، يعني الميطة راه كتلمط تقريبا 6 سدادر، 6 سدادر قل 20 سنتيم، زعما 6 متر كتلمط، يعني كتلمط 6 متر قل 20 سنتيم، الميطة طويلة 3 متر و30. دابا ما كنعطيكم غير العبار ديال السداري اللي غتلمط، ما عطيكمش انا العبار ديال هذا، يعني تقريبا 7 ديال السدادر، 7 السدادر. المهم عندنا 4 متر كتلمط 2 سدادر، هما جوج، 5 متر و80 يعني علين 3 سدادر، 3 سدادر و3 متر و30. المهم 6 سدادر تقريبا، 6 سدادر، 6 سدادر وزي. المهم كيما بغيتو، ثلاثة كاين اللي عندهم سدادر غير صغار، 3 متر و30، 4 متر، 5 متر و80، عقلو كيلمطو السدادر، يعني سداري طويل يكون فيه 5 متر و80، ما حاسبالكمش الزيادة غير القنوت، 4 متر بلا الجناب، 3 متر و30 بلا الجناب بلا الزيادة، و 20 خدية و 8 هاد المساند باسطة، المساند بحال شكل الخدا دي غي هما جايين مينيات هاكا هاكا باسطة، وراه يمكن لكم ديك المينيات ديك هذاك يمكن لكم ديرهم تكيوهم ما بين الخدا دي بحال الشكل ديال اش كتقولوا البودانات ولا اش كتقولوا لهم، المهم ديكورات يمكن لكمش ديرهم، ماشي ضروري ديرهم هادو. السولد ديالهم 2400 درهم، 48 ريال. دائما مع الجديد تجمع حال، أربعتاش متر، 17 خدية، 14 متر و17 خدية تجمع حال، هما الكري والكحل والباج، باج مفتوح. نتوما ديما كنوريكم التصوير عن قرب باش تعرفوا ها السفيفة باش مخيط، شوف التوب ديالو، المهم اللي بغاهم مرحبا، ما شاء الله هاد اللوان هادو كيتمشاو بزاف، هاد الكري راه كنت كنجيب لكم ديما هاد اللوينات هادو وكيديوهم الناس بزاف، تجمع حال فهاد اللوينات مطلوب بزاف خصوصا في الكري والكحل، لان الكري والكحل في واحد الجماليه زوينين بزاف. هذا تجمع حال هادو طلامط المبرة إيني، طلامط المبرة 7.5 متر مفصلينش، والمخاد فيهم فاس في الباج مبرة والفاس الأخرى مبرة محفرة، هاد الفاس اللي من هنا مبرة محفرة وفاس الأخرى في الباج سامبل، هاهما الظهر ديالهم فيهم الباج سامبل، هانتوما المبرة المليح. لا هادو جديد، هادو طلامط بالنسبة لطلامط سامبل، مبرة سامبل أغلبية كيطلبوا لي كيقولوا لي نجيب لهم طلامط سامبل والخدادي فيهم الزواقة، هادو 8 معاهم 8 الخديات كيلمطو طلامط السيجور 3، يعني 2 متر 2 متر 2 متر، ولا اللي عندهم
هادو السولد ديالهم 550 درهم. هادو طلامط جديد، المبرة الوسطانية، المبرة الباتشوا بحال الدان، والجناب المبرة الرومية، فيهم لاستيك، فيهم لاستيك تيلم طو 2 متر 2 متر. راه هاد هاد تيلم طو قلنا 2 متر 2 متر وسته الخطيات، يعني فيهم لاستيك مخيطين ناضين وجداد ماشي مستعملين. هادو السولد ديالهم 300 درهم 6000 ريال. الوان الصيف روعه، اجي يعني لعشاق اللون الشيبي البارد، لعشاق الالوان الصيفيه الرائعه. انا صراحه كيعجبوني هاد الالوان، وكيعجبني حتى الكحل، يعني وكا كان هاد حتى هاد اللون في الكحل يكون روعه. انا بالنسبه ليا شوف على اللوينات كي دايرين ما شاء الله، لون الوان صيفيه بارده. هذا التوب ديالهم خيط، هذا التوب ديالهم خيط ماشي مبره، ماشي خيط بارد جديد. فصلو كيما بغيتو 15 متر، فصلوها كيما بغيتو. 18 الخديه معاهم. ها نتوما انا غادي ندير معاكم واحد الحل، هادو 15 متر و 18 خديه. اللي بغى اللي ويمكن لي نقسمهم، ويمكن لي نبيع 4 متر و 12 خديه، يعني 10 متر و 12 خديه، ويمكن لي نبيع 5 متر بوحدها و 6 الخديات، يمكن لي نبيع 3 متر و 9 الخديات. يعني هادو ثلاثه القياسات اللي يمكن لي نبيع لكم. اللي بغات شي حاجه غادي ندوز عندي الواتساب. هادو السولد ديالهم 1000 درهم 20000 ريال، تيلمطو 6 ديال الطبال. واللي بغى يقسمهم 500 درهم 3 ديال 7 متر ونص و 9 الخديات. هذه المبره المحفره، هاد الطلامط هادو راه فايت مستعملين، وانما زدنا عليهم واحد التحسينات، احنا زدنا عليهم ديك الباتشوا وزدنا عليهم مهم. عندنا 2 متر كيلمطو سداري ديال 2 متر، وسداري واحد طويل ديال 2 متر و30، وسداري الثالث فيه تقريبا 2 متر ونص، كيلمط سداري 2 ونص فيهم لاستيك. يعني هاد القياسات اللي كنعطيكم قياس الفراش اللي غيتلبس، و 6 الخديات كبار طوال في السير ديال 90، ماشي ديال 90 ديال 80، غير هما جايين طوال بحال 90. 6 الخدادي و 3 ديال المزاود. هادو السولد ديالهم 900 درهم 18000 ريال، يبغاهم مرحبا. هادو طلامط لاشوني البرومي شوا صبن ورد مستعملين، ثلاثة الأنواع ديال الطلامط، تينمطو 2 متر 2 متر متر ونص، يعني خصني تيلمطو السدادر هادو فيهم لاستيك، تيلمطو 2 متر 2 متر وحدة كتلمط متر ونص، وتسعود الخديات معتبرين، حاجة نقيقية. يعني بالنسبة للطلامط، طلامط ضروري أي مستعمل خصهم يتصبنو، أي وحدة دات المستعمل خصها تصبنو، جابتهم من دار أخرى خصها تصبنو، لأن أصلا حنا كيجيبو لنا الناس نبيعو لهم طلامط. مستعمل تيبقى ديما مستعمل، اللي بغاهم مرحبا. بالنسبة للإرسال إلى المدن للتذكير فقط، دائما غادي نذكركم، لان كاين اللي ما كيشوفش بعض اللقطات كيفوتهم. باش كنقول لكم حاولوا ما تدوزوش الفيديو، راه كاين شي امور ضروريه كنبينها لكم، الا كان شي ديفو راه كنوريه لكم، الا كانت شي ملاقيه راه كنوريها لكم، باش تتبعوا معايا دقه بدقه. حاولوا تتبعوا الفيديو الاخر باش ما تقولوش ما قلت لكم. شحال وحده كتنقز الفيديو فتالي كتقول لي ما قلتيناش. هادو السولد ديالهم 400 درهم 8000 ريال، يبغاهم مرحبا.
هادو طلامط إيني سامبل جداد باقي ما مفصلينش، اختادي مخيطين 11 متر ونص، 11 متر ونص وعشرة الخطيات وجوج مساند بالبروشات ديالهم كيقولها المبرة الزبدة سامبل. يمكن لكم ديكوريهم بأي لون عندكم في اللوان الزربية اللي بغيتو. جديد مرحبا اللي بغاهم، مرحبا. واخيرا اخواتي راه باقيين بعض ديال الطلامط، انواع الطلامط ما قدنيش الوقت باش غادي نسولديهم. ان شاء الله اللي تفكرت شي طلامط وما هادشي هما الطلامط اللي باقيين، وانما راه باقيين شي طلامط ما كملناهمش بالسولد لان الوقت اللي ضيق الوقت. ما تنساوش لايك الفيديو بارطاج، وان شاء الله مع فيديو انواع الطلامط الجديده لهذا الاسبوع.